براحة بن بحر، راح فيكم مشاهدينا في أسواق المباركية. سعداء جدا بهذا التواصل الإعلامي معكم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من هذا المكان التاريخي والتراثي والتجاري في دولة الكويت. إن شاء الله تقضون معنا وقت ممتع مع العديد من الفقرات لغاية الساعة 9 مساء بصحبة زملائي منال ونجيب، اللي أمسي عليهم بالخير. مساء الخير منال، مساء الخير نجيب، مساء الخير سعد، مساء الخير مساء النور والنوير. متابعينا حياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامجكم أسواق المباركية. مثل ما تفضل زميلي سعد عبر الفضائية، ننطلق معاكم ساعة كاملة لقاءات مميزة مع ضيوف مميزين، بالإضافة إلى مسابقات الجوائز وتقارير جميلة مع زميلنا نجيب. مساء الخير نجيب. مساء الخير منال، مساء الخير سعد، مساء الخير مشاهدي التلفزيون دورة الكويت. ما احنا عودناكم زملائي وأجواء الحلوة الجميلة في أسواق المباركة. اليوم كذلك يعني ما شاء الله ضيوفنا من دول مجلس التعاون، يمكن بدأت الإجازة الآن الربيعية، والكل ما شاء الله موجود في دورة الكويت. ومسابقاتنا وأسئلتنا سهلة، ما تبي لها شيء، سؤال وثلاث اختيارات وإن شاء الله تأخذون المكافأة المقدمة من وزارة الإعلام. هذا بالإضافة إن شاء الله راح تكون لك لقاءات داخل أسواق المباركية، راح نتعرف عليها إن شاء الله، نشوف لقاءات حلوة خاصة وإن عندنا أسواق متعددة هني داخل المباركية. أخوي نجيب. نعم سعد، يعني بعد المسابقات بين المسابقات راح أخذ جولة. نعم. بين هالمحلات اللي موجودة ما شاء الله، تدي سوق المباركية وين ما تمشي وين ما تتمشى تستمتع في السوق هذا الجميل اللي ما شاء الله الكل ما شاء الله أول ما يوصل الكويت لازم يجي ويزور سوق المباركية، خصوصا الأسواق اللي داخل سوق المباركية مثل سوق الذهب وسوق الحريم وسوق بن دعي وسوق الغربلة وغيره وغيره من الأسواق الجميلة. يمكن منال ونجيب الحين يمكن مع اشتداد البرودة عندنا بالكويت هني، يمكن بدأت البضاعة الشتوية نشوفها بالكامل هني بالمباركية. خلاص بدأ البرد الصجي عاد الحين هني عندنا البرد الصجي، بس ناقصنا شوية مطر جميل إن شاء الله. عموما مشاهدين احنا متواصلين معاكم، فاصل وننتقل إلى الفقرة التالية. مشاهدينا نبتدي أولى فقراتنا وحلقتنا لليوم من أسواق المباركية، ضيف مميز من دولة شقيقة على قلوبنا كلنا مملكة البحرين. معانا الأستاذ عبد الله عيسى من مملكة البحرين، حرفي صناديق مبيتها وأعمال خشبية جميلة. حياك الله، يا هلا مرحبا فيك بديرتك الثانية الكويت. أهلا وسهلا وحياكم الله، ومشكورين على هذا اللقاء الطيب. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا. احنا نبي نقول حق أخوانا المشاهدين إن سبب زيارتكم كفريق من مملكة البحرين الشقيقة متخصصين في الحرف اليدوية، راح تشاركون إن شاء الله من يوم الغد الجمعة في جناح خاص هو الجناح الخليجي، جناح المملكة العربية مملكة البحرين الشقيقة في قرية الشيخ صباح الأحمد للموروث الشعبي. فأهلا وسهلا فيك أخوي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بادي ذي بدء، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا، وإحنا هذه نحييكم وهذه نشكركم، والحمد لله
يعني هذه عدنا والعود وأحمد إلى قرية الشيخ صباح الأحمد، هذه التراثية الموروث الشعبي للعام الخامس على التوالي. ما شاء الله. في هذه القرية المتميزة يعني، وهذه إحنا لنا الشرف إن نكون في هذه القرية التراثية. حياك الله وسع المباركة. قدامنا قدام مشاهدينا في العديد من الصناديق المبيتة الجميلة والمباخر الحلوة اللي حضرتك تفننت بصناعتها وبتزيينها. اي نعم، يعني هذه يعني وهذا العمل يعني هذه مسيرة صار لها تقريبا يعني 40 سنة ل 42 ما شاء الله سنة في هذه يعني في هذه المجال، مجال يعني هذه النجارة، ويعني هذه تحولت من مجال يعني هذه النجارة يعني وهذه الى التراثيات، وقعدت يعني واشتغل في هذه يعني هذه الصناديق يعني هذه المبيتة مثل يعني هذه المباخر ومثل يعني هذه الصناديق ويعني هذه الصندوق يعني هذه المبيت، وعندنا كراسي هذه القرآن وعندنا مناظر، والحمد لله مثل ما تشوفين يعني هذه صناديقنا يعني في هذه الآونة يعني الأخيرة بمناسبة مشاركتنا في يعني قرية الشيخ صباح الأحمد وهذه التراثية قاعدة يعني أعمالنا قاعدة تتزين بصورة صاحب هذه السمو يعني هذه بادرة جميلة منك صباح يعني صباح الأحمد الله يحفظه. وإحنا بهذه المناسبة هذه الجميلة إحنا يعني وهذه نرفع أسماء آيات الشكر وهذه التهاني بمناسبة يعني أعياد وهذه الوطنية لدولة هذه الكويت وعيد وهذه التحرير، وان شاء الله كل ايامكم خير وسعاده. الله يسلمك. على فكره استاذ عبد الله، عندما تقول يعني صناديق مبيته، هل الصناديق المبيته الكويتيه شبيهه بالبحرينيه نفس الشيء؟ يعني كل صناديقنا في هذه المنطقه منطقه وهذه الخليج متغاربه من بعض، بس يعني الديزاينات يتفنن فيها الحرفي. صح، مثل ما تشوف الحين هذه الدقة دقة إسلامية، هذه حرفية. احنا هذه الدقة اللي هي اللي على المبخر. اي نعم، هذه الدقة اللي على ذي المبخر هذه، لا يعني هذه نحاسة، هذه اي هذه نحاسة نشفسها يعني على قد يعني كل عمل في يعني ميزة ويعني هذه الأشكال يعني هذه نقطعها يعني على حسب طلب هذه العمل، وهذا نتفنن في هذه الأشكال ناخذها من يعني الكمبيوتر ومن هذه الرسومات الإسلامية. يعني وهذا اللي يميز يعني حرفي عن آخر أستاذ عبد الله. إيه نعم، يعني وطبعا وبعد في نفس الوقت يعني كذلك إن إحنا الخامة اللي نستخدمها في العمل خامة مميزة، يعني مثل هذه الدبوس ألماني. أين؟ مثل يعني الصبغ نوعية يعني جيدة، الكلير نوعية وجيدة يعني، وهذه الصنفرة يعني وهذه انبدال ما نصنفر هذه الصندوق مرة نصنفره مرتين وثلاث عشان نعطيه وجه ذي أجمل عشان نجذب وهذه الزبون يرغب يعني وهذه الزبون حق العمل. حلو. نعم. قبل يداتنا والأولين كانوا يستخدمون صناديق المبيتة، الحين هل في إقبال حق الصناديق المبيتة الصغيرة والكبيرة من الجيل الجديد ومن الشباب؟ إيه نعم، وهذا الحمد لله سؤال يعني هذا طيب، وهذا نشكرك يعني نشكرك على هذا يعني هذا السؤال، والحمد لله يعني الحين صار تقريبا 5 سنوات لثمان سنوات في إقبال. حلو. يعني وهذا على يعني هذه الصناديق يعني هذه المبيته يعني الشاب يحرص ان يقدم شبكته في الصندوق هذا المبيت، يحط فيه المهر، يحط فيه هذه الورد، ساعات يحط فيه قرآن، ساعات يزينه بهذه الورد، حتى الدزة هي الدزة ويحط فيه الفلوس كامل. ساعات احنا بعد ونكتب هذه اسامي العرسان فوق يعني هذه الصناديق، يعني صناديق المبيته ردت مره ثانيه بس بديزاينات جديده واشكال جديده وزخارف جديده. طبعا احنا نعطيها مثل ما تشوفين هذه المخمل يعطيها يعني رونق جميل، ويعني
وهذا يخلي نظرته وهذه حلوه ويعني يخلي يعني وهذه الزبون يقبل يعني هذه عليها. نعم. وهذه يحبونها يعني الحمد لله يعني. نعم. وهذه الشغله شغله مرغوبه هذه اللي احنا هذه تشجعنا احنا لين اقبل علينا ذي الشاب وهذا شفناه انه هو يبي صندوق المبيت يشجعنا اكيد يعطينا دافع وان احنا نبدع في العمل تسوون اكثر واكثر. عدد المشاركين يعني من جناح مملكه البحرين عندكم كله نفس الحرف ولا تختلفون عن بعض هناك؟ لا والله في يعني عده هذه حرف. اي في عندنا مثلا هذه الصناديق يعني هذه المبيتة عندنا تقريبا 3 انفار. إيه؟ يعني لكن يعني هذا كل واحد في عنده يعني هذه قدرات. إيه؟ وكل واحد في عنده أشكال يعني هذه مميزة. إيه؟ وهذا يعني اللي يميزني هذه أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أن أنا يعني قاعد يعني أدخل القديم مع الجديد وهذا الجديد يعني أحط عليهم مخمل أحط عليهم إسفنج مثل ما إحنا شايفين المخمل الكحلي والأحمر المخمل الوردي اللي قاعد تزين فيه الصناديق. نعم وهذا أعطيهم يعني هذه الدقات المميزة وأعطيهم يعني هذه أصور وأعطيهم يعني هذه أشياء بحيث يعني أكون أنا مميز عن الآخرين. وتسوي بناء على طلب يونك نقول إحنا نبي كذي ديزاين معين يعطونك أستاذ عبد الله؟ إيه نعم هذه الحمد لله يعني وهذه يعني وهذه الطلبات كثيرة والأذواق بعد في نفس الوقت كثيرة. متنوعة. يعني كل واحد له ذوق وهذا إحنا يعني نسوي على يعني أذواق يعني هذا الزبون اللي شنو يبي وعندنا يعني مجسمات وعندنا يعني حق هذه القرقاعون وحق المناسبات يعني وحق يعني حفلات هذه الزواج نسوي توزيعات ما توزيعات وعندنا يعني هذه مجسمات يعني 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 تصير بامكاننا نستخدم البخور هذا وبامكاننا نحتفظ فيه انتيك يعني مثلا معين او 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 شغله معينه مثلا كذي. اي نعم يعني يعني وهذه يعني يعني الاشياء مثل هذه البخور هذه يعني مثل يعني هذه المبخر هذه المبخر تقدر تخلي فيه يعني شمعة ويعني يسوي لك يعني هذه الجو كلاسيكي حلو رومانسي وهذه تتعلق عدل يعني وهذه تقدرين تخلين فيها شمعة وتقدرين تخلين فيها لها عدة استخدامات يعني عدة استخدامات عود تخلين فيها مثلا يعني حق توزيعات حق القرقاعون ما قرقاعون تحطين هني مثلا يعني صورة ولدك تكتب شغلة عليها يعني وهذا تكتبين شغلة يعني وهذه الحمد لله يعني وهذه عدة استخدامات. أستاذ عبد الله مشاركتك في قرية الموروث أو قرية الشيخ صباح الأحمد والموروث الشعبي كلمنا عنها أكثر مشاركاتك أنت تقول إحنا صلينا تقريبا 5 سنين. إيه نعم. قاعدين نحضر وقاعدين نشارك هالسنة شلون كانت مشاركتك معاهم وشلون شفت الاحتفاليات هناك؟ والله الحمد لله يعني شهادتي مجروحة في القرية القائمين على القرية قاعدين يعني الحمد لله يطورون هذه الغارية من سنة لسنة يعني كل سنة احنا اني هذه الغارية وهذه نشوف ان فيها تطورات قاعدة تتغير فيها اشياء جديدة فيها توسعات جديدة فيها فعاليات جديدة وفيها يعني نعم مثل هذه السنة يعني هذه الصالة يعني الامامية الى غارية يعني الشيخ يعني الصباح يعني يعني الأحمد هذه الصالة صراحة يعني وهذه السنة تفاجأنا فيها صالة ويعني صح في هذه المدخل كبيرة خصوصا أن كل الحرفيين من الكويت ومن الخليج مشاركين في يعني القرية هذه صالة يعني هذه مميزة والحمد لله يعني هذه تزينت بأشياء يعني هذه الحمد لله يعني كم يوم راح تقعدون أنتم باكر؟ تقريبا 1.5 شهر. آه. ما شاء الله ان شاء الله. إيه. عموما يعني استاذ عبد الله يعطيك الصحه والعافيه ونرحب في اشقائنا من مملكه البحرين الشقيقه وايضا دول مجلس التعاون الخليجي مشاركتهم المميزه دائما في قريه الشيخ صباح الاحمد للموروث الشعبي. الله يعطيك الصحه والعافيه وشكرا جزيلا لك. والله يعني وهذا احنا اللي هذا ان كلكم
كل شكر وكل احترام على هذا اللقاء الطيب المميز. ويعني أكرر شكري واحترامي وامتناني شكرا لك إلى تلفزيون الكويت القناة الأولى اللي تحتضني وتحتضن الحرفيين. نعم. وأنا ممنون حق الكويت وحق أميرها وحق شعبها الطيب. هذه مشاعر احنا نتبادل يعني فيك معها ومع اشقائنا في مملكه البحرين ودول مجلس التعاون. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل وننتقل الى زميلنا نجيب القحطاني. أرحب فيكم مشاهدي الكرام من أسواق المباركية وبالتحديد من ساحة من بحر مسابقاتنا وأسئلتنا وهل الجمهور الطيب اللي موجود معنا في أسواق المباركية، لكن الأسئلة لهم والمسابقات لهم والمكافآت اللي مقدمة من وزارة الإعلام حق هالجمهور الطيب. مساك الله بالخير، حياك الله، تعال شوي هني، مساك الله بالخير. حياك الله. الله يسلمك. السعودية. يا هلا ومرحبا بأهل المملكة العربية السعودية. ودنا نسألك، أول مرة تزورين الكويت ولا للزيارات؟ لا والله زيارات واجد. شرايك السوق المباركية؟ روعة. دائما تون؟ دائما دائما. ممتاز. احنا عندنا سؤال، احنا نبي نسأل السؤال وان شاء الله تجاوبين على السؤال وتاخذين مكافأة. سؤالنا يقول، في اي عام تم افتتاح المتحف العلمي التربوي في دولة الكويت؟ في 1952، 1962 او 1972؟ واحدة منهم صح. 1972. اكيد اكيد. ما شاء الله عليك، فعلا في 1972 هو المتحف العلمي الرئيسي في الكويت، وقد تأسس في 6 فبراير 1972، ويعتبر المتحف من أقدم المتاحف الموجودة في دولة الكويت. يعطيك العافية، عساك على القوة إن شاء الله فزتي معانا تاخذين هالمكافأة الطيبة من وزارة التعليم. حياك الله، تفضل، مساك الله بالخير. نور يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. ركز معاي، شوف الكاميرا هناك، لا تشوفني أنا، شوف الكاميرا. السؤال، من هو المطرب الكويتي الملقب بصوت الجريح؟ الكل يعرفه. أقول لك أعطيك اختيارات ولا تجاوب؟ اختيارات؟ ممتاز. هل هو فنان غريد الشاطئ، عبد المحسن المهنة، أو عبد الكريم عبد الغادر أبو خالد؟ عبد الكريم عبد الغادر. ما شاء الله عليك، فعلا الصوت الجريح للفنان عبد الكريم عبد الغادر لقب بالصوت الجريح في عام 1988. يعطيك العافية، عساك على القوة، تستاهل والله المكافأة، عليك بالعافية. ناخذ متسابق ونروح نشوف مخرجنا وراح يودينا في أسواق المباركية ونرجع نتواصل معاكم إن شاء الله. مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معاكم في فقراتنا الجميله المميزه من برنامج اسواق المباركيه. ضيفنا الثاني معنا الاستاذ حسين القلاف، رئيس فريق القوس الكويتي سنيار. بنتعرف على الفريق وانجازاته واهدافه والاساسيات اللي اسست هذا الفريق. حياك الله ابو علي، ويا هلا ومرحبا وساع المباركه. الله يحييكم. اهلا وسهلا فيك وحياك الله. جزاكم الله. مثل ما قالت زميلتنا منال، فريق القوس الكويتي سنيار. فنبي كلمه سنيار اول شيء نعرفها حق المشاهدين كمدخل لحديثنا معك كابتن حسين. نعم. طبعا كلمه سنيار هي كلمه قديمه كانوا يستخدمونها اجدادنا ايام السفر والغوص. بالسابق لما تطلع محامل الغوص أو السفر كان يطلع محمل واحد أو اللي هو البوم أو السمبوك، فإذا طلع واحد لو يصير لأي شيء ما حد يقدر يساعده، فاتفقوا واخذة الكويت إنهم يطلعون سنيار، سفينتين أو أكثر. أي. هذا التجمع يطلع عليه سنيار من المبدأ المسايرة. أي مع بعض. مع بعض، فكان يطلق عليهم، يعني يقول لك منو سنيارك هالسنة أو منو سنيارك هالرحلة، يقول له والله محمل الفلاني.
طبعا المبدا هو التكاتف والمساعده والنجده اذا تحتاجوا المساعده هذه. نعم. فلقينا هالكلمه هذه هي سلوغن اللي هو المسايره ومساعده البيئه في الاستقرار والاستمرار بشكل افضل، خاصه احنا يعني الفتره الاخيره كنا نتعرض الى كثير من اللي هو الجهد على البيئه الكويتيه وبعض الملوثات، فاتفقنا ان نسمي الفريق هذا فريق الغوص سينيار عشان تكونوا مميزين، فريق الغوص الكويتي سينيار. نعم. الهدف من تاسيس الفريق ابو علي؟ الهدف من تأسيس الفريق هو كان بادرة من رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخ أمثال الأحمد بأنه لابد أن يكون في فريق مميز يختلف عن بقية الفرق اللي موجودة في اللي هو بالكويت أو حتى في الخليج. وبالفعل كان التميز اللي هو انطلاقتنا في حملة الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية، وكانت برعاية ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد. الله يحفظه ويرعاه. تكلم لنا على هالحملة الوطنية، يعني شنو كان النهج اللي اتخذتوه للمحافظة على الكائنات البحرية بشكل عام؟ يعني هو الهدف الأساسي من الحملة كان تسليط الضوء على كائنات حية ونماذج بيئية مميزة بالكويت، بالإضافة إلى أن نحاول نوصلها إلى كل شرائح الأعمار اللي بالكويت. يعني نتكلم من الطفل إلى اللي هو رب الأسرة أو ربة الأسرة اللي بالبيت. فلله الحمد لليوم نتذكر أول شو الأدوات اللي استخدمتوها يعني في إيصال رسالتكم؟ استخدمنا أغنية، استخدمنا اللي هو بعض الفلاشات التلفزيونية وتم عرضها في تلفزيون الكويت، استخدمنا بعض الأفلام الوثائقية ولازلنا نصور. اليوم احنا بصدد ان شاء الله فيلم وثائقي شيق ان شاء الله راح نتكلم عنه ان شاء الله اول ما ينزل ان شاء الله. هذا استاذ حسين، أصحاب الفريق أو أعضاء الفريق هل هم كلهم عندهم خبرة في مجال الحياة البحرية الكويتية؟ هل هم أصحاب خبرات أم مبتدئين انضموا لكم واكتسبوا خبراتها؟ نعم، الفريق هو مزيج من نقول الأسرة الكويتية، في بين مدرب الغوص، في بين دكتور في اللي هو الطب البشري، في نعم. دكتور في البيئة، في طالب الجامعة، في اللي هو الطالب اللي لا زال بالثانوية، في نواخذة، في بحارة. فهو مزيج من الشباب الكويتيين اللي يطمحون في خدمة الوطن ورد شيء من الجميل اللي قدمه لنا الوطن. على فكرة يعني كابتن حسين، يعني في مخلفات يعني بحرية، في بعض المرات يعني سفن غرقانة، في بعض المرات يعني نشوف طراريد تطبع، يعني هل أيضا لكم دور في هذا المجال؟ صحيح، لنا دور. طبعا احنا هذه نعتبرها حوادث وليس مشاريع، يعني هذه حوادث عارضة، فهذه يتم وضع خطة لها وتعتمد على تفرق الشباب عندي. يعني بعض الأحيان يدقون علي مثلا يوم الأحد أو الأثنين الصبح، أنا الشباب عندي كلهم دوامات واللي يدرس وهذا، فنحتاج يعني اللي طبعاً لن جاي بيطلع الحين. صح. وانت تتكلم عن فريق تطوعي، فلا بد انه ياخذ بروسيجر، ياخذ يعني نكلم الشباب نشوف منو اللي يقدر يطلع من الـ من الـ 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 التزاماته ويجينا يستأذن او ايا كان. صح. فيعتمد يعني على حسب هذا، وما شاء الله يعني هم يكون في تغطية، يعني ساعات احنا ما نقدر الفرق الثانية تغطي المجال هذا ان شاء الله. عموما كابتن حسين القلاف رئيس فريق الغوص الكويتي سينيار راح نتواصل معاك، ولكن مشاهدينا بعد هالفاصل هذا. مستمرين في أسواق المباركي، وحبينا نمر على يعني محل من محلات العطورات العربية ونقول حق أبو عمر مساك الله بالخير. مساك الله بالخير وحياكم الله وفرصة سعيدة. يعطيك العافية أبو عمر، عساك على القوة. احنا في محلات أحد المحلات العربية والعطورات العربية في أسواق المباركية، ودنا نتكلم ما احنا في فصل الشتاء، لابدنا في عطورات شتوية خلنا نتكلم عنها في فصل الشتاء، يستعملونها إخواننا وهلنا سواء من الكويت أو من خارج الكويت.
صحيح، كل عام وانتم بخير. وحقيقة الجو بالكويت بهالأيام جميل جدا، لا هو البارد الكثير ولا هو اللي يعني ما يانا برد، ولكن ولله الحمد العطورات بالكويت بشكل عام الكويتيين يميلون حق اللي هو العطور الورد، الورد بشكل عام، الدهن العود بسبب بقائه وانتشاره في مع الجو البارد، هذا أهم يعني أمرين، زائد البخور طبعا ما في شك. وعمر لو تعلمنا خلنا نعرف مثلا عدد أنواع عندكم، الورد عندكم أنواع، الدهن العود عندكم أنواع، البخور عندكم أنواع، يعني في الناس لها أذواق كثيرة. بالنسبة للورد ولله الحمد عندنا تقريبا أفضل أربع أنواع من الورد، اللي هو الروح الورد الهندي، الطائفي، البلغاري، والسبارتا اللي هو التركي. هذه يمكن أهم وأفضل أنواع موجودة في السوق، سواء كان في محلاتنا أو بقية المناطق. ودهن العود، الدهن العود ما شاء الله اللهم بارك عندنا مجموعة طيبة وكثيرة حقيقة، وتختلف بمناطقها بمستوياتها كذلك بقدمها سواء كانت جديدة أو قديمة. والدهن العود معروف يعني عادة يكون الهندي، البورمي، الكمبودي، اللاوسي، وهناك ما شاء الله كثير اللهم بارك. بما أن دخلنا في الدهن العود خلنا ننتقل حق البخور، أما كذلك عندكم أنواع من البخور وأشكال كثيرة من البخور. البخور اللهم بارك عندنا طبعا اللي هو خلنا نقول أغلب الكويتيين يجمعون عليه اللي هو البخور الهندي، بسبب أنه يربط العلاقة القديمة مع الذاكرة، دائما يسمونه اللي هو بخور الطيبين، ينقل لك تاريخ جميل، وكان الامتداد قوي جدا ما بين الكويت والهند في هذه التجارة ولا زالت موجودة، يمكن هذا الأغلب اللي موجود في عندنا. كذلك عندنا اللي هو السيلاني، عندنا اللي هو البخور الذهبي اللي احنا جديد يعتبر على الساحة الكويتية اللي هو الفلبيني، رائع جدا، عندنا اللي هو الماليزي، عندنا الأندونيسي، الكلمنتان، وهناك ما شاء الله تشكيلة كثيرة يعني موجودة في السوق. عمر شو تنصح أنا بدخل مثلا بشتري دهن عود وبشتري مثلا حق لشتة، شو تنصحني مثلا بلشتة؟ الناس تحتاج أن يكون العطر ثابت خلال فترة طلعتها، فعندنا الله يسلمك الورد ليس له ثبات قوي كبير، هذا متعارف علينا مادة طيارة، فدائما الناس تحط الورد في المخبأ في فترة الشتاء اللي يحبون الورد. أما الدهن العود ما شاء الله اللهم بارك يعني عادة يأخذ اليوم كله، أو في بعض منا لا يعني يثبت لغاية ثاني يوم حتى بالنسبة للدهون. البخور يعني بشكل عام هو عبارة عن مادة يعني طيارة اللي هو الدخان البخور نفسه، فيحتاج ساعات تحتاج مواد مثبتة، فاللي هي البخاخات سواء كانت الورد أو غيرها اللي يثبت البخور، فيتم وياك مدة طويلة يعني يمكن يأخذ وياك اليوم كله. يعطيك العافية يا أبو عمر، عساك على القوة، ما شاء الله يعني دخلتنا في أجواء العطورات والدهن العود ودهن الورد والبخور، وخاصة العطورات العربية لها يعني يعني محبين كثيرين. يعطيك العافية أبو عمر، عساك على القوة. مشاهدي الكرام خلنا نروح نتجول في أسواق المباركية، أو نرجع إلى زماننا في موقع آخر في أسواق المباركية، خلكم معنا. مشاهدينا، وللحديث بقية مع ضيفنا أستاذ حسين القلاف رئيس فريق القوس الكويتي سينيار. فريق سينيار الهدف الأساسي مال المحافظة على الحياة أو البيئة البحرية الكويتية، بما أن أنتوا بحريين فأكيد هناك تعاون ما بين فريق سينيار والهيئة العامة للبيئة وأيضا الثروة السمكية. نعم، تكلمنا عن التعاون هذا. طبعا احنا للأمانة يعني اليوم احنا نقول عنهم شركاء مع فريق الغوص. نعم. السينيار مو بس الهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية، عندنا كل جهات الدولة، خصوصا القانون اللي أصدر في أو المرسوم اللي أصدر في اللي هو إنشاء مركز العمل التطوعي، هو اللي هو مساعدة الجهات الحكومية بشكل كامل. ف
فبما أن الفريق مختص بالبيئة أنت قاعد تتعامل مع الهيئة العامة للبيئة في تطبيق القوانين البيئية وتطوير القوانين البيئية، خصوصا أن رئيسة مركز العمل التطوعي هي أمينة السر في المجلس الأعلى للبيئة. نعم. فهذا قاعد يوصل يعني نظرتنا للبيئة بشكل كامل، بالإضافة إلى أخواننا في الهيئة الزراعة والثروة السمكية قاعد يبلغونا عن شباك، قاعد يبلغونا عن كثير من الأمور اللي تصير معاهم، وكذلك احنا نبلغهم إذا تطلب الأمر كأحد المتجاوزين في الصيد أو أيا كان قاعد. نعم. أستاذ حسين يعني هذا عفوا سعد يرنا لسؤال ثاني. العديد من الناس أو خلينا نقول البعض من الناس عندهم سلوكيات خاطئة في المحافظة على البيئة البحرية، خصوصا لما يطلعون منتزهات بحرية ويقعدون على البحر ولا اللي يطلعون رحلات بحرية، شلون يتم التعاون بينهم أو التعامل معهم؟ شلون توصل لهم رسائل إن يا جماعة يعني أنت طلعت صد ما له داعي الشبك إذا تقطع تقطع بحر، ما له داعي تبدل دهن ولا بنزين طراد ومخالفاتك. نعم. إحنا يعني قدرنا أن نوصل حق يعني شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي من خلال اللي هو الرسائل التلفزيونية كفلاشات، بالإضافة إلى أن تواجدنا على الجزر والمواقع هذه اللي قاعد نوزع عليهم بروشورات، اللي وزعنا أكياس خاصة لجلكم الله للقمامة، بالإضافة عطيناهم نفس النوت والأمور هذه يستخدمونها، وفيها بعض التعليمات في السلامة البحرية والنظافة والأمور هذه كلها. نعم. بالإضافة إلى القانون البيئة، قانون البيئة اللي تم اللي هو تجديده في 2015 هذا عطانا قوة أكبر من السابق، خصوصا أن في بعض البنود تجرم كثير من الشغلات، يعني حتى اليوم اللي قط الكيس البلاستيك العلبة الماي هذه كلها هذه يعني سلوكيات مجرمة خاطئة أو مجرمة يعاقب عليها قانون. على فكرة يعني كابتن حسين يعني من خلال يعني خبرتكم الطويلة وهالسنوات في فريق سنيار، هل صار عندكم دراسات لتتبع الكائنات البحرية؟ بعض المرات نشوف يعني مثلا فرق تهتم مثلا في السلحفات على سبيل المثال. نعم بالفعل كان عندنا مشروع خاص اللي هو تتبع الكائنات الحية اللي بالكويت اشتغلنا عليه، اللي هو السلاحف الخضراء والسلحفات صقرية المنقار، كان بالتعاون مع المركز العلمي والهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل جزاهم الله خير وزارة الداخلية، فقدرنا أن نركب أجهزة على السلاحف اللي موجودة بالكويت، كانت دراسة في جزيرة قارو في جزيرة أم المرادم. لله الحمد قدرنا أن نركب أجهزة كثيرة على السلاحف هذه وتتبعها في المجال العلمي، أكيد اللي هو المواسم كان فيه كثير من العلامات استفهام، متى المواسم اللي هو التزاوج، الخروج من الماء لحفر العش، تفقيس البيض للسلاحف، هذه كلها كانت فيها علامات استفهام كثيرة قدرنا أن نوصل لها من خلال اللي هو الدراسة اللي سويناها، بالإضافة أن السلحفات بالسابق كنا نعتقد أنها لما تنزل بالبحر تطلع برا الكويت، ولكن من خلال دراستنا لقينا أغلب السلاحف اللي تم وضع عليها الأجهزة المجرى مالها دائما تكون داخل الكويت، واغلبها تروح صوب الجزر، يعني تاخذ لها لفه على قارو كبر فيلتشا وعوها، وبعدين ترجع بالموسم تحط بيضها في قارو وام المرادم. حلو شيء جميل. للحديث بقيه معك كابتن حسين، لكن زميلنا نجيب في مكان من اسواق المباركيه. مع نجيب وين بنروح؟ شكرا منال وسعد وضيفكم في الاستديو، لكن مسابقاتنا واسئلتنا مع الجمهور الطيب، حياكم الله. تفضلوا حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يعطيك العافيه. مرحبا بك. جاهز حق المسابقه؟ ان شاء الله. سؤالنا سهل ما يبي شيء، وركز معي. ما هي المنطقه التي كانت قديما يطلق عليها العديليه الشرقيه؟ اختيارات. ممتاز. النزهه، الفيحة او الروضه، واحده منهم تعرفها ولا نسال مدام؟ أتوقع الروضة. أكيد إن شاء الله.
وموافقتها بالإجابة؟ موافقتها أكيد. والله صح ما شاء الله عليك، فعلا الروضة من مناطق محافظة العاصمة. في الستينيات أنجزت بلدية الكويت مخططها للمناطق السكنية التي تم في أواخر 1970، وتم تغيير اسمها إلى منطقة الروضة. يعطيك ألف عافية، والله أنك تستاهل الهدية هذه، حياك الله، مبروك، تفضل. سابقنا اللي بعده، حياك الله، حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. الله يعافيك. وركز معاي في الإجابة والسؤال، ها؟ من هو الشاعر الذي قام بتأليف أبريت والله زمن الذي أنتجه تلفزيون الكويت في عام 1978؟ هل هو أحمد العدواني، طلال السعيد، أو فايق عبد الجليل؟ فايق عبد الجليل أكيد. أكيد أثبت إن شاء الله. والله بثبته فعلا. بطولة الفنان الفنان رحمة الله على عبد الرضا وإخراج فؤاد الشطي، وكان يتحدث عن الكويت قديما وطبيعة الحياة والناس فيها ما قبل اكتشاف النط بأسلوب مرح وشيق. يعطيك العافية، عساك على القوة، تستاهل والله المكافأة هذه، حياك الله، مبروك عليك بالعافية. مشاهدي الكرام، تواصلي معاك في أسواق المباركية، وبعد عندنا مسابقات أخرى حق الجمهور اللي موجود معنا في أسواق المباركية. زميل نجيب القحطاني، ومتواصل معاكم مضيفنا الكابتن حسين القلاف، رئيس فريق الغوص الكويتي سنيار. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. ودي اكمل على حديثنا قبل الفاصل، قلت ان في تعاون مع عده جهات، وايضا على طاري موضوع السلاحف، هل هذا يعني معناته كفريق غوص كويتي سنيار عندكم ايضا تعاون مع الفرق الخليجيه العربيه العالميه، خاصه يعني وان الكائنات البحريه والمحافظه عليها اصبح يعني مفهوم عالمي هذا؟ صحيح صحيح. طبعا الفريق هو عضو بالاتحاد الامريكي للغوص. المدربين اللي عندنا كلهم عندهم اللي هو شهاده الاتحاد الامريكي للغوص. وشيء بشيء يذكر، احنا قدرنا ان نضيف الى الاتحاد هذا مناهج خاصه بالكويت، منها منهج الفريق الغوص سنيار. أي. هذا منهج خاص سويناه. فبالاضافه عندنا منظمه الفرنسيه ماجبترا، هذه اللي احنا قاعد شغالين معاها في دراسة حوت العنبر في موريشيوس، والحوت القرش الحوتي في جيبوتي. أي. فهذه كلها الدراسات صار لنا فترة شغالين عليها، واحنا الوحيدين العرب اللي مع الفرق هذه. حلو. بالإضافة لمشاركتنا مع الفرق الخليجية، اخواننا في الخليج. أي. البحرين، السعوديه، الامارات، قطر، عمان، كلها شاركنا، عندنا مشاركات كثيره في اللي هو الاعمال البيئيه، يمكن اخرها كان اللي هو مشاركه اخواننا في مملكه البحرين في الغوص على الطياره اللي نزلوها في مجال السياحه، الغوص السياحي. صح. حلو، شيء جميل. استاذ حسين، المسح البحري والمحافظة على الحياة البحرية، هل مختصرة فقط لداخل جون الكويت أم المياه الإقليمية الكويتية بصورة عامة؟ نعم، طبعا المسح البحري تقوم فيه عدة جهات، يعني نعم، المعنية بالأمر هذا، منها الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة الكويت للموانئ، الجيش الكويتي، خفر السواحل، بالإضافة إلى الثروة السمكية. غالبا يكون على كافة اللي هو المياه الإقليمية الكويتية، إحنا نقول عنها الجون هو جزء من المياه الكويتية الإقليمية، فيتم على حسب النوع المسح ونوع الدراسة اللي قاعد يسوونها من خلال اللي هو المسح. في شغلة مميزة وخدمة يعني سويتوها حق الحداقة، ممكن المرابط، فودنا يعني نتكلم عنها، يعني هل لكم متابعة دائما لها كابتن حسين؟ نعم، طبعا المرابط البحرية هي من المشاريع الأساسية في الفريق، وحرصنا على وجودها من أول ما تأسس الفريق. خلال سنتين من تأسيس الفريق ركبنا 70 مربط
وكانت تقريبا كافية للحوالين الجزر والقطع البحرية، ولكن بالسنوات الأخيرة لزيادة عدد القوارب واليخوت اللي يرتادون الجزر هذه، لقينا أن الجزر بحاجة ماسة وسريعة لمثل هذه المشاريع. فالسنة هذه كان الصيف اللي طاف ركزنا حطينا كل ثقلنا على المرابط البحرية، فرفعنا من 70 إلى 120 مربط بحري. وهذا يحتاج جهد يعني بالمستقبل، متابعة صيانة تبديل الأمور هذه، ومكلفة كذلك يعني تحتاج ميزانية لصيانتها السنوية. حلو، شيء جميل. أستاذ حسين، أكيد هناك تطلعات وأمنيات مستقبلية لفريق سنيار. نعم. شنو هي هذه الأمنيات ونتعرف عليها؟ والله تطلعاتنا وايد يعني إحنا يعني كان اللي ببالنا من صارنا فترة إن نفكر في رحلة على يعني على مستوى خليجي نلف في اللي هو أول شيء الوطن العربي، وبعدها ننتقل للعالمية. الفريق هذا أو الرحلة هذه يعني هذا أحد الأحلام اللي يطمح لها الفريق، ولازلنا يعني قاعد نرتب لها ونجمع لها، بس تحتاج جهد كبير، تحتاج يعني ان شاء الله تتحقق قرار ان شاء الله، وهذه ان شاء الله تتحقق ان شاء الله باذن الله. هالايام بالشتاء والجو بارد، تدشون بحر ولا بس بالصيف؟ والله احنا ندش، بس اللي يحتاج بدله خاصه. يعني احنا اغلبنا عندنا البدله الدراي سوت اللي هو ما يحوشك جافه، ما يحوشك ماي. صح. بالاضافه ان تكون رحلاتنا يعني قليله جدا لعمليات التوثيق، او لا سمح الله اذا صار في طارئ. احنا ما ودنا يكون في طارئ يعني. وعمليات الرصد بعد مرات يعني شوف في وسائل التواصل الاجتماعي كابتن حسين والله يقول والله يعني مثلا حوت في المياه الكويتية مثلا. نعم. هل هذه العملية تلفت نظركم وتروحون يعني تصير عملية رصد لها؟ اكيد اكيد، يعني اذا قدرنا نحصل الحوت بالعكس هذا شيء وايد حلو. يعني في ناس وايد اليوم لما تقول له حوت او قرش يمكن يروح على طول البر يبي السلامة. صح. احنا من خلال دراستنا لأسماك القرش وأسماك والحويتان انزين بالسابق كنا نشوف الأفلام الوثائقية، بس بالعكس يعني اليوم انت لما تشوف حوت انزين انت الأفضل انك الطب تشوفه، لأن هذا شيء نادر. صح. ولكن لعدم دراية وعدم معرفة اللي هو الأسماك هذه أو الحوت، الناس أغلبها تعتقد أن الحوت مبطل حلجة بس ينطر الغواص هذا يطب عشان يبلع. فهذه السبب الفك المفترس هو المفترس والكثير من الأفلام. ولكن هي كائنات جميلة ودودة يعني ما تتخيل لما تنزلها تحت الماء، هي مجرد كلمة ترددها سبحان الله شيء عجيب يعني ما تتوقع. يعني أغلب الناس اللي كنت أسولف لهم إذا كان صار لهم فرصة يطلعون وياي أو يوريهم بعض الأفلام اللي أصورها تحت الماء خصوصا للأسماك اللي هو الحيتان وأسماك القرش، في بعض الأصدقاء يقولون لي أنت يعني مينون قاعد تقط نفسك بالتهلكة. ولكن بالنهاية بالسابق كنا نشوف نقول ليش لجانب هذا، شوف لجانب وين وصلوا. بالعكس اليوم الشاب الكويتي عنده القدرة أنه يوصل إلى آخر العالم عشان يوثق ويصور ويتعلم شغلات جديدة. ولكن يحتاج الدعم والمادي والمعلوم. فيكم البركة إن شاء الله. كابتن حسين زميلنا نجيب القحطاني موجود في مكان آخر من أسواق المباركية، نروح حق نجيب. مشاهدي الكرام، مستمرين معاكم في مسابقاتنا واسئله تحقيق الجمهور الطيب، ناخذ المتسابقين اللي معنا. حياك الله، تفضلي، مساك الله بالخير. مساك بالنور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شلونك في الاسواق المباركيه؟ حلوه والله. كل مره تجين هني ولا بين فتره فتره؟ كل مره. ممتاز، جاهزه للسؤال؟ ممتاز. سؤالنا يقول في اي عام تم افتتاح متحف طارق رجب؟ اي سنه؟ 1970، 1990 او 1980؟ واحده منهم صح. 1990. أنا بشيل 90 رق زي ما بيش تخسرين. 70 أو 80؟ 80 أكيد. أكيد والله فعلا في 80، ويقع في منطقة الجابرية، يضم مجموعات نادرة من المصاحف ومخطوطات عربية وفخارية إسلامية من المجوهر ومجوهرات والدروع، وكلها تعود إلى عصر الحضارة الإسلامية. مبروك.
عليك المكافأة المقدمة من وزارة الإعلام. حياك الله، تفضلي تفضلي، مساك الله بالخير. يا هلا مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك. الصغيرة شو اسمها؟ إيمان. يا حيا الله إيمان، حياك الله. سؤالنا سهل ما يبلا شيء، وركزي معي الله يسلمك. أبيك أنت تفوزين معانا، وأنت آخر متسابقة. من هو الفنان الذي جسد شخصية جحا في مسلسل مذكرات جحا الذي أنتج في عام 1979؟ محمد جابر، فنان محمد جابر، أو الفنان خالد العبيد، أو الفنان إبراهيم الصلال؟ إبراهيم الصلال. أكيد أكيد، والله النصح فنان إبراهيم الصلال، والمسلسل جحا مذكرات جحا في عام 1979 من تأليف حمدي عبد المقصود وإخراج حمدي فريد. نقول لك ألف مبروك، عليك بالعافية المكافحة. حياك الله. مشاهدي الكرام، تواصلين معاكم في أسواق المباركية. خلينا نشوف مخرجنا وين راح يودينا. أعرض شوارع السوق والذي تعبره السيارات يوميا، ألا وهو شارع الغربلي المشهور، والذي سمي على اسم السيد أحمد الغربلي أحد أغنى تجار السوق. قبل الختام نحب نشكر ضيفنا الكابتن حسين القلاف، رئيس فريق الغوص الكويتي سنيار. كابتن حسين، أعطيك الصحة والعافية، وشرفتنا اليوم في أسواق المباركية. شكرا جزيلا لك. مشكورين وما قصرتوا على استضافتكم الكريمة. شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابقة. نشوفكم إن شاء الله غدا الجمعة مرة ثانية عبر الفضاء الكويتي. الكلمة الأخيرة عن زميلتي منال. يعطيك العافية سعد، يعطيكم العافية مخرجينا. نطرونا باكر بحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أسواق المباركية. نشوفكم على خير، مع السلامة. Thank you.